بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 4، شوف المقطع الثاني، شوف النسلت نمبر والكونفكشن ان ديلي لايف. ان كونفكشن ستاديز it is common practice to non-dimensionalize the governing equation and combine the variables. في الكونفكشن طبعا يكون الgoverning equation المعادلات نخليها non-dimensionalized، معناها ناخذ عدة متغيرات ونقسمهم على بعض in order to reduce the number of total variables. بهذه الطريقة بدأ مثلا هنا عندنا ثلاثة variables، نحن لميناهم في واحد بس. هنا أخذنا النيسلت نمبر، هذا المثال نيسلت نمبر هنا، هذا نسميه dimensionless. لاحظ convection heat transfer coefficient، هذا اللي هو ال h اصلا، convection heat transfer coefficient اللي هو ال h، لان احنا هنا جبنا dimensionless يعني مائل وحده، وهو يشمل ال h والك thermal conductivity، وهذه ال اللي هي characteristic length وتعتمد على الجيومتري، وهذا نشوفه فيما بعد. لكل جيومتري لها characteristic length وحدها. نحن هنا temperature عندنا للبليت هنا T1 وهنا T2، وهنا عندنا fluid layer طبقة هواء، طبقة fluid مايع بين الاثنين، delta T تساوي T2 minus T1، ال Q بالconduction تساوي ال K أو minus K delta T على L، وال Q convection تساوي H delta T Ts minus infinity. لاحظ نسلت نمبر هذا، إذا أخذنا ال Q convection هنا قسمناها على الكيو كونفكشن، ايش اللي يحصل عندنا؟ لاحظ اذا اختصرنا الدلتا تي من الاثنين فصار عندنا نفس النيسلت نمبر. فنيسلت نمبر ريبريزنتس ذا انهانسمنت، انهانسمنت اللي هو تحسين هيت ترانسفر من خلال الفلود لير، الفلود لير الموجود عندنا هنا as a result of convection relative. لاحظ convection relative to conduction across the same layer، المر من خلال ايش؟ نفس layer. The larger Nusselt number، كلما كان Nusselt number عالي the more effective the more convection، يعني الconvection احسن. لكن لما يكون عندي Nusselt number يساوي الواحد في هذه الحالة نكون ايش؟ pure conduction. اللي يكون الموجود عندي هنا هو بس ال Q dot، هذه هي بس conduction وما فيها نهائيا convection. الconvection in daily life، ايش هو الconvection؟ ايش مثل في حياتنا العادية اليومية؟ لاحظ انت في الصيف ايش تسوي؟ تشغل المروحة to help our body cool more efficiently، يعني نحس نبرد، كلما برد الهواء في الصيف كلما حسيت انت احسن، كلما حس الجسم كان الجسم مرتاح، خصوصا لما تزيد سرعة الفعل. فرضا عندك هنا قطعة hot slice في بيتزا يعني ساخنة، ايش تسوي عليها؟ في العادة تنفخ عليها، صح؟ تنفخ عليها هواء علشان to make him cool faster، علشان تبردها اسرع. نفس الشيء لما يكون عندك شوربة مثلا موجودة عندك في هذا البول، هنا تتحركها، صح؟ تحركها من شمال علشان ايش؟ علشان تبرد بشكل اسرع. لاحظ انك انت كمان لما نكون في الشتاء، لما نكون في الشتاء ويكون فيه رياح قويه، فانت درجه الحراره اللي تحس بها هي تحس كانه الهواء ابرد من حالته العاديه. بسبب ايش؟ بسبب انه في كونفكشن، بسبب انه الهواء جاي محمول يعني وبسرعه على الجسم، وبالتالي تحس كانه الحراره اقل مما هي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.